السلام عليكم كل متتبعي قناة جزائري في إسبانيا أينما كنتم. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد. الموضوع تاع اليوم هو خاص بقرية البنين، لكن قبل ما نبدأ الموضوع نتمنى منكم كالعادة حتى ننال جميعا الأجر والثواب لنصلي على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مباشرة من غير ما نطول عليكم نخش في الموضوع. قرية البنين، قرية البنين نحب نذكركم أنها تقع في دولة سويسرا. تمثل قرية البنين الريفية الواقعة على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر والمطلة على وادي الراون، نموذجا للقرى المتناثرة في جبال الألب السويسرية. وافق سكان منطقة البنين مساء يوم الخميس 30 نوفمبر 2017 على اعتماد تدابير تحفيزية استثنائية من شأنها جذب سكان لهذه القرية التي يبلغ عدد قاطنيها 240 ساكنا. وتشمل هذه التدابير منح مساعدات مالية مغرية للوافدين الجدد، وقد أيد السكان هذه التدابير بأغلبية تصل إلى 71 صوتا مقابل 29 صوتا من المعارضين، حيث عرفت تلك القرية أثناء السنوات الفائتة نقصا كبيرا في السكان نتيجة لهجرة أهلها منها، حيث أصبحت العديد من بيوتها مجرد منازل لقضاء العطلة، واضطرت المدارس إلى إغلاق أبوابها بسبب تناقص أعداد التلاميذ. من يريد الانتقال إلى قرية البنين وبناء مسكن فيها يحصل على، طبعا هذا للشخص البالغ، يحصل على مبلغ يقدر ب 25 ألف فرنك سويسري وهو ما يعادل 21500 ألف يورو، وللأطفال مبلغ 10000 فرنك وهو ما يعادل 8500 يورو، وقد يصل المبلغ المقدم لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص أو أفراد إلى نحو 50 إلى 60 ألف يورو، إلا أن الحصول على هذا المبلغ المالي مرتبط بمعايير صارمة. المعايير هذه خليكم معايا ما تروحوش بعيد، إن شاء الله بعد الفاصل راح نرجع لكم، خليكم معايا ما تروحوش بعيد. السلام عليكم، ها قد عدت إليكم من جديد بعد هذا الفاصل. الآن سوف نستكمل الموضوع مع بعضنا البعض. كنا حبسنا في المعايير الصارمة، الآن يجب أن نعرف هذه المعايير الصارمة. أول حاجة، السكان القديمون لا يجب أن يكون سنهم فوق 45 سنة، لا بد أن يبقوا في القرية لمدة 10 سنوات على الأقل، هذا شرط من الشروط أيضا الأساسية. يجب أن يستثمروا مبلغ 200 ألف فرنك على الأقل. تقوم سلطات البلدية بفحص العديد من المستندات منها إثبات مفصل للتمويل. أيضا يجب أن يكون السكان الجدد من الحاملين لتصريح إقامة من صنف سي، أي أن يكونوا قد عاشوا لمدة 4 سنوات على الأقل في دولة سويسرا، وإلا يتم مصادرة العرض منه في حالة مخالفة ذلك، أو في حالة الحياة أو العيش في منطقة أخرى بدلا من مدينة البنين. ويجب أن لا تقل قيمة السكن الذي سيشترونه للإقامة في القرية عن 200 ألف يورو أو ما يوازي 171 ألف يورو.
وأن يكون محل إقامتهم الأساسي طبعا في هذه المدينة والتي تسمى البنين. المسؤولون عن القرية يعتقدون أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على مستقبلهم على الرغم من التكاليف الأولية التي سينفقونها لجذب قاطنين جدد، وسيحظى الوافدون إلى القرية بهواء نظيف ومناظر جميلة عند سفح الجبل المطل على نهر الراون الذي يقع عند قرية البنين. غير أن المشكلة تكمن في إيجاد فرصة عمل داخل القرية الصغيرة، لذا ينصح بالتوجه للبحث عن عمل في مدينتي فيسب وسيون أو وسيون. الآن أحبابي نحب نوصل لكم ميساج بعد إنهاء هذا الموضوع. نحب نقول لكم أن هناك العديد من اليوتيوبرز، وللأسف الشديد اليوتيوبرز هذو راهم شاطرين غير في كلمة الرجاء تفعيل جرس التنبيهات والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، لكن لو نلاحظوا راح نلقاو أن أغلبية اليوتيوبرز هذو صدقوني ما تقدرش تتواصل معهم، ما حتى في التعليقات ما تقدرش تتواصل معهم. نحب نقول لكم ونحب نوجه رسالة لليوتيوبرز هذو أولا قبل ما ننصح الناس اللي يشاهدوا فيهم. الرسالة تاعي هي عبارة عن أن ماذا بكم تتواصلوا مع الناس هذه عبر الفيسبوك أو عبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وبينك وبين الإنسان هذا اللي يحب يتواصل معك مباشرة. الشخص هذا لازم يحب يتواصل معك لازم يلقاك، لازم يستشيرك، لازم يسألك، لازم تجاوبه، لازم تعطيه من وقتك، لأن هذا جزء من العمل تاعك، لأن القناة تاعك راهي قائمة عن الناس هذو، عن المشاهدين هذو، عن الناس اللي تسألك، الناس اللي تستفسر منك، لأن أنت بكل اختصار شديد ما راكش إنسان زعما راك تحوس على كما نقولوا، ما راكش إنسان مشهور أو ممثل تحوس على المعجبين، لا، أنت إنسان راك تقدم في رسالة وتوصل في رسالة وتعطي في معلومات، عندك متتبعين، لازمك تفهم، لازمك تفرق ما بين المعجبين والمتتبعين. المتتبعين راهم يتبعوك في كل خطوة، في كل لمحة، في كل كلمة، يحبوا يستشيروك، يحبوا كاين الناس أصلاً تستحي أن تسألك أمام الناس في التعليقات، منهم نساء، منهم عائلات، منهم حتى منهم رجال يريدون أن يسألوك في أمر خاص، لذا يجب أن يتواصلوا معك عن طريق الخاص، سواء في المسنجر أو في أي شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي يكون التواصل سري بينك وبين هذا الشخص. هذه الحاجة الأولى اللي حبيت نوصلها. الحاجة الثانية نحب نقولكم يا ناس، ما تخلوش حتى واحد يستخف بعقولكم. الانسان اليوتيوبرز اللي يحب يفيد الناس واللي يحب معناها يقدم محتوى يكون مفيد، راهو الانسان هذا راهو يتواصل يكون مخلي رابط من الروابط او عفوا حساب من الحسابات تاعو اللي تقدروا تتواصلوا بها معاهم، باه تقدروا تسالوه وباه تقدروا تستفسروا منه اي استفسار، لان هذا واجب عليه وداخل في المهنه تاعو. اما هذوك اليوتيوبرز اللي يقول لك الرجاء الاشتراك في القناه وكذا وكذا، هذاك انا نقول له انت ما عندكش مصداقيه وانت ما عندكش الجراه، وبالطريقه هذه الناس ما تستفيدش منك، لان انا اصلا واحد من الناس والعديد من الناس ايضا لما نحصل في كلمه او مثلا مصطلح ما نعرفوش نلجا المعاجم اللغه العربيه. هنا تكمن القضيه، مثلا كاين ناس ما تفهمش المقصود تاعك من واحد الهضره، ممكن كاين هضره كما نقولوا تهضرها انت الناس ما تفهمهاش، وهذا شيء طبيعي جدا. ما هنا لازم الانسان يتواصل معك باه تزيد تفهمه اكثر واكثر، ويزيد يستفسر منك ويسالك على اشياء حتى انك مازال ما حكيتش عليها، وهذا من حقه وهذا واجب عليك، واقل واجب هذا عليك. الور دوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو هذا للماكسيموم بين حق اخواتنا ان شاء الله ويستفادوا منه، والرجاء الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. وديروا في بالكم راح نخلي دائما الرابط تاع الفيسبوك تاعي في اسفل هذا الفيديو، وان شاء الله ان شاء الله اي انسان راح يتواصل معايا راح نجاوبه مباشره، وهذا واجب عليا ومن غير مزيتي. ودرك نقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم.